الساعة داخلة على واحدة والسنيورة لسه مشرفتش. خف شوية بقى، أما مش هنغنيها، هتلاقيها عند نعيمة ولا عند أي واحدة من صحباتها. لو ما بتردش عليه كمان عليا النعمة البت دي دايرة وما شغل بيوت وبس. واحنا هنستحمل كده لحد امتى؟ لحد ما حوار مروة يخلص ويعدي على خير، بعد كده ربنا يسهل. عليا النعمة انت رايدها وعمال بتضحك علينا عشان تفضل معاها هنا في البيت. والله العظيم اما هطفش واسيب لك البيت. السلام عليكم. عليكم السلام. تنزل لك العشاء ولا تعشيتي في لوكاندا تانية؟ لا نزليه يا حبيبتي، بس ونبي دخليه الميكروويف، اصلي بحبه موحوح. بعد اذنكم بقى انتوا الاثنين كده اتطرقوا عشان عايز اخدها في حوار ما ينفعش تسمعوه. معلش يا ام، يلا يلا يا بنت انا جات على جوه. حسام في نعيمة وافقت بجد؟ او النعم الف حمد وشكر ليك يا رب. شوفي ده ترتيب ربنا، انا كنت قاعد هتجنن واحنا حاطين ايدينا على خدنا ومش عارفين ايه اللي هيحصل. المهم الواد كرم هيبقى معانا، مش انت كنت محتاج حد معاك؟ اي فورجت ليه كده سماح؟ كده الاسم بتقل، ايه اللي هنططه معانا في الحوار ده؟ ده مننا يا واد، هو بيعمل كده عشان الدين بتاع عمته. المهم هو مستنيك دلوقتي عشان تشوفوا الترتيب هيبقى ايه. هوا بس المهم والنبي ما تعمليش مشاكل مع امي الليله دي. خلاص يا بنت فرج، انا يا اخويا الاثنين ما تقلقش. يلا سخنتوا الاكل كده مره واحده؟ استني هنا بتعملي ايه؟ فهميني. انت مش بتصدقي في احلام الشيخه فوتنا؟ عمرها قالت حاجه وخيبت؟ قالت لك ايه؟ لما كنت عندها المره اللي فاتت قلت لها ان انا حيشاكي عن ابنك، ساعتها ما اتكلمتش. وبعدين كلمتني من شويه قالت لي لازم ام كمال تروح لابنها تقعد عنده اسبوعين ثلاثه اربعه قد ما تقدر. يا لهوي ليه؟ هي شافت ايه بالظبط؟ لا خير يا اختي، بس قالت لي انك انت لازم تكلبشي عنده في البيت، مش مراته تقول لك كلمتين تروحي سايبه البيت وماشيه. خدي خدي يا اختي، خدي يا اختي، دي فلوس عشان السفر بتاعك وده حق الطلبيات اللي انت عملتيها. يا ساتر استر يا رب، شكل الموضوع بجد. اما يا اختي بقى قومي البسي وتلحلحي، انت مش كنت عايزه تزوري ابنك؟ يلا يا اختي. حاضر حاضر حاضر. استر يا رب استر. صباح الخير يا سعيد. صباح ال... الله ست نجوى، ايه المجيه اللي على فجأة دي؟ ما ترد الصباح الاول يا راجل. ولا طبعا ما حدش بيتيجي يشوفني هنا. ازاي بس، ده بيتك يا ام كمال، تنوري فيه في اي وقت. بس خصمك النبي يا شيخه وحياه سيدك النبي، يعني هدي شويه مع ابنك ومراته، مش كل مره كلمه من هنا وكلمه من هنا، البيت ايد حريقه وبعدين تمشيكي وتطردك. هو انا بتكلم ولا بفتح بقي؟ ما هي الحربايه هي اللي بتبتدي وبتجر شكل، ما انت عارف. الله، ايه اللي جرالك يا سعيد؟ لا جرالي ولا حاجه، ربنا يجيب العواقب سليمه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اما نشوف اخرتها. مش كنا ارتحنا من الصداع ده؟ اختي ماشي. وده مين اللي جاي السعادة؟ عرفني، مفتح يا ست يابا. ودي ايه اللي جابها السعادة؟ بقى يا نادل يا واطي، ما تسألش على أمك ولا حتى بتليفون. إيه يا أخويا؟ المكالمة هتغرمك ده كله؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عشان تعرف إن هي اللي بتبتدي في الأول أهو. حد كلمك؟ ولا اللي على راسه بطحة؟ خير يا أم، في إيه؟ ما قلتيش ليه انك جاي؟ وانا هستاذن لما اجي بيتي. يلا يا عيال حضروا لي فرشتي، لاحسن انا طول الليل ما نمتش، العربيه ما حملتش الا بعد الفجر. قال لو انت ناويه تقعدي قد ايه يا حماتي؟ ناويه على عمر الكل يا ابو سينا، هقعد اسبوع اتنين عشرة، بيتي وانا حره فيه. ايه في ايه؟ مالكوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ اصل يا امام. اصل ايه ما تقول لها؟
طالما هتقعد يبقى لازم تعرف. مفيش حاجة هتستخبى كتير يا اخويا. هو في ايه يا واد؟ روحي يا حماتي على مصر، لسلك مش هترتاحي هنا. اصل من النهاردة وطالع احنا هيبقى في دق وتخبيط. هو انتي وانتي جاية ما شفتيش الحاجة اللي متشونة تحت؟ اصل احنا ناوينا نطلع بالدور اللي فوق. خير يا حبيب؟ انت بتبني الدور اللي فوق لمين؟ عاملهولي مفاجأة؟ لا، ده العبد اخويا ودافع تعمله. خمس سنين لساني اتدلدل عشان نبني دور ونعيش فيه سوا، وانت تقولي لا، وتقولي صاحب البيت ومش صاحب البيت، والبيت قديم وهيقع، ودلوقتي مش هيقع يعني امك. يلا بره بره منك ليها. يلا بتعملي ايه ياما؟ يلا بره ياما. استني، المره دي مش زي كل مره يا حبيبي تقولي كلمتين اخد بعضي وامشي. لا يا حبيبي، انت هتطردينا من بيتنا؟ هتقعدينا في الشارع؟ ما انتوا قعدتوني سنين في الشارع ولا نطقت. البيت ده بيتي، ابقى خلي بقى اخو مراتك يسكنك معاه لما الدور يخلص. يلا بره بره منك ليه؟ بره بره ليه كده يا ستي؟ اقعد اقعد يا حبيبي، اقعد منك ليه؟ اقعد. هو حد منكم يفتح لهم الباب؟ ربنا يخليك يا شيخه فاطمه، ربنا يخليك يا بنتي. ما انا طول الليل بحاول انزل في الفايل مش عايز ينزل، وكلمتك ما رديتيش، اعمل لك ايه يعني؟ طيب انا هبعت لك الريبورت، بس اجل ايه مطبوع مش لسه هيتطبع. طب اقفلي معايا تليفون، مهم اكلمك تاني. الو مستر شريف. صباح الخير يا منى. ايه نمتي كويس امبارح؟ الحمد لله نمت كويس. طب كويس، مستر عمرو الشربيني لسه قافل معايا ميعادك معاه النهارده. النهارده زي بس يا فندم. ما انا قلت لك يا منى تستني مني تليفون في اي وقت، مش فاهم ايه المشكله يعني؟ معادك معاه كمان ساعه عنده في الفندق. ايوه يا فندم، بس انا عندي شغل كتير قوي في الشركه لازم اخلصه، والريبورت اللي حضرتك طلبته مني. اي شغل يتاجل؟ انا اللي بقول ايه الاهم وايه اللي لازم يخلص الاول. شغل مستر عمرو بالنسبه لي دلوقتي اولويه، مفهوم؟ حاضر يا فندم، لحضرتك تشوف. خلاص تكوني عنده كمان ساعه، هتاخدوا الفطار مع بعض وتتكلموا في البلان اللي هو عايزه، او تشوفي هو متوقع مننا ايه. الراجل ده لازم ينبسط من شغلنا يا منى، لو حصل العكس انا هيبقى عندي مشاكل كبيره جدا. واوعدك لو المقابله دي عدت على خير انت هتبقي في حته تانيه خالص. ارفعي راسي بقى، مفهوم؟ واوعي تتاخري يا منى. حاضر حاضر، تحت امرك يا فندم. مع السلامه.